السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم كل خير. معكم أخوكم محمد بخاري من شركة بروج العقارية. اليوم متواجدين في منطقة يالنجك، بإذن الله تعالى راح نصور لكم شقة داخل مجمع سكني في منطقة يالنجك. طبعا منطقة يالنجك منطقة غنية عن التعريف، تعتبر منطقة مركزية قريبة من الخدمات. الشقة اللي راح نصورها لكم في العمارة اللي خلفي طبعا ماخذة جهة الشمال الشرقي، فبالتالي صايرة على ثلاثة واجهات ولها اطلاله جميله جدا على الطبيعه واطلاله ايضا على البحر. طبعا العمارات المجمع بشكل عام تتكون من ثلاثة عمارات. البلوك اللي احنا راح نصور فيها 12 دور، الشقه اللي راح نصورها في الدور الثامن. بالنسبه للمجمع طبعا الخدمات اللي متوفره فيها عندنا العاب اطفال بالاضافه الى مواقف سيارات مغلقه ومكشوفه، بالاضافه الى ملعب ايضا للاطفال، ملعب كره قدم كره سله، بالاضافه الى كاميرات مراقبه محيطه بالمجمع بالكامل، وما ننسى انه عندنا ايضا حراسه امنيه وبوابه الكترونيه لدخول المجمع. تفضلوا ويانا نشوف الشقه من الداخل ونعطيكم التفاصيل بالكامل. وصلنا الآن للشقة. طبعا أول ما ندخل على يميننا مباشرة عندنا الانترفون، الانترفون فيها نظام الكاميرا بالإضافة إلى عداد الكهرباء. طبعا الشقة مؤثثة بالكامل. أول ما ندخل عندنا ما شاء الله المدخل الشرح، على يميننا على طول دولاب أو نقدر نقول مدخل، يعني نقدر نحط فيها العبي والأحذية أكرمكم الله. منها نتوجه للصالة، مثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله الصالة مساحتها كبيرة وشرحة. مساحة الشقة الإجمالية 220 متر مربع، وهي عبارة عن 4 غرف وصالة بالإضافة إلى 3 دورات مياه تخدم الشقة بالكامل. الشقة طبعا مؤثثة مثل ما ذكرت لكم، أثاثها صراحة فاخر، تناسق الألوان فيها جميل جدا. عندنا الأرضيات باركيه، بالإضافة إنه الستائر أيضا صراحة لونها جميل جدا، ماخذة من لون الكنبات. الواجهة الأمامية ما شاء الله تبارك الله إطلالة كاملة على البحر، وأيضا لها إطلالة على المدينة والطبيعة. طبعا الشقة ميزتها إنها ماخذة واجهة ولها إطلالة على ثلاث جوانب، أو الشقة ركنية لها يعني ثلاث واجهات جميلة جدا. زي ما شفنا هنا عندنا الصالة، وهنا على يميننا مباشرة عندنا طاولة الطعام اللي هي منطقة السفرة، ما شاء الله مخصصين لها مساحة جيدة، والطقم اللي عندنا ما شاء الله يكفي تقريبا لثمانية أشخاص إلى 10 أشخاص. منها نطلع للبلكونة الأمامية، طبعا هذا يعتبر أفضل جزء في الشقة. الأرضيات فيها سيراميك بالإضافة إنها مغطاة بالكامل بالزجاج المتحرك، تقدروا تفتحوها في أيام الصيف وتقدروا تسكروها في أيام الشتاء حتى تكون دافية. تفضلوا شوفوا معنا الإطلالة. طبعا المنطقة اللي بتشوفوها الآن كلها مزارع، ومنطقة يالنجك يعني معروفة بزراعة البندق، وأيضا عندهم أنواع الفواكه موجودة ما شاء الله تبارك الله، أطلالة جميلة جدا. بالإضافة أنه المنطقة هذه راح تجيها شارع رئيسي موازي لخط الساحل، راح يعدي من خلف العمارة بالضبط، وهذه أيضا راح تزيد ميزة للمجمع هذا بشكل خاص. تفضلوا ويانا نخرج طبعا من البلكونة، هذه البلكونة الأمامية، عندنا بلكونة خلفية أيضا. نجي للمطبخ، مثل ما انتم شايفين المطبخ أيضا جميل ومرتب ما شاء الله تبارك الله، الدواليب فيها جاهزة، الأجهزة الكهربائية جميعها متوفرة. عندنا هنا الفرن بالإضافة إلى الميكروويف، وأيضا عندنا هنا يعني نقدر نقول اللي هو الشفاط مع العيون، بالإضافة إلى الثلاجة أيضا راكبة ومجهزة بالكامل. طبعا الشقة معروضة بالأثاث، يعني لو تلاحظوا الألوان فيها جميلة. وفي نقطة مهمة، تدفئة الشقة تدفئة مركزية من قبل إدارة المجمع، وعندنا هذه الدفايات اللي موجودة في الممرات وموجودة أيضا في جميع الغرف بالإضافة إلى الصالة. طبعا هنا عندنا الممر الموزع للغرف وأيضا
غرفة النوم الرئيسية. عندنا هنا الغرفة رقم واحد، الغرفة الأولى، أيضا فيها سرير بالإضافة إلى كوميدينا بالإضافة إلى دولاب، تقريبا 4 أبواب. إطلالتها أيضا مميزة مثل ما تشايفين، إطلالة كاملة على الطبيعة، يعني صراحة إطلالتها جميلة جدا على المزارع. وعندنا الستائر طبعا على شكل رول، نقدر نسكرها بالكامل ونفتحها بالكامل. وأيضا الشركة المطولة عملت القزاز من السقف إلى الأرضية بحيث أنها تأخذ إضاءة أكثر وتكون إطلالتها شرحة. طبعا هنا عندنا دورة المياه الأولى اللي هو النظام العربي أكرمكم الله، فيها مروش أيضا. وهنا عندنا أيضا الغرفة رقم 2، تفضلوا شوفوها ويانا، أيضا نفس النظام، عندنا الدولاب بالإضافة إلى سرير، كوميدينا بالإضافة إلى التسريحة والإطلالة الجميلة جدا على الطبيعة، شوفوها ويانا. ومن هنا نتوجه وياكم لدورة المياه الرئيسية اللي تخدم الشقة بشكل كامل أو الغرف الخارجية غير غرفة الماستر روم، طبعا مكتملة، فيها المغسلة، الكلوزيت، المروش بالإضافة إلى شفاط موجود. طبعا الشقة كبيرة ما شاء الله، مساحتها 220 متر. هذه الغرفة رقم 3. طبعا الغرفة هذه مميزة لأنه لها بلكونة مثل ما شايفين، أيضا مجهزة، أثاثها صراحة راقي ولون الأثاث جدا متناسق مع الشقة. نخرج للبلكونة، طبعا هذه البلكونة الخلفية ما شاء الله تبارك الله، ايضا مساحتها كبيره ما يقارب تقريبا 3 متر في 2 متر. وايضا فيها الزجاج المتحرك، هذه ايضا ميزه، بالاضافه الى اطلاله كامله على الطبيعه من الجهه الخلفيه ايضا. ومنها نتوجه الى غرفه النوم الرئيسيه. طبعا قبل لا نروح لغرفة النوم الرئيسية، عندنا هنا القسم اللي نسميه المستودع، طبعا نقدر نحط فيها اللي هي الغسالة وسخان الماء، بالإضافة انه عندنا هنا مخرج الطوارئ في حالات الطارئة، يكون المخرج هنا. منها نتوجه لغرفة النوم الرئيسية، ما شاء الله تبارك الله، ايضا المساحة فيها تعتبر كبيرة، بالإضافة ما ننسى انه الشقة مكيفة، ايضا فيها مكيفات الاسبلت موجودة، غرفة النوم مكتملة، إطلالة جميلة على الطبيعة. وعندنا هنا الدولاب، بالإضافة هنا عندنا قسم اللي هو الدريسنج روم، أيضا متوفر فيها دولاب آخر، والشقة معروضة بالأثاث بالكامل. وهنا عندنا دورة المياه الرئيسية تابعة لغرفة النوم الرئيسية، أيضا فيها المروش والكلوزيت والمغسلة مكتملة بشكل كامل. في نهاية الفيديو نحب نشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى الفيديو نال على إعجابكم. والمزيد من المعلومات والتفاصيل شوفوا صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.